في الجنة بين الحوريات يعني. والموروث بتاعنا هو السبب يعني ان الرسمه اللي اترسمت دي خلت يعني الاستاذ شعبان بيتكلم على الاعلام بيبقى ازاي. طب ما مارلين مونرو كانت مختاره الميعاد اللي بتطلع فيه في البرنامج بتاعها ميعاد الرئيس الامريكي ما بيكلم الشعب اللي هو يوم الثلاثاء ليهم ساعه مقدسه كده الرئيس الامريكي بيتكلم. كانت مارلين مونرو بتطلع وكان التلفزيون ابيض واسود بس طبعا انا لو حكيت لكم لان انا بحبها قوي يعني بتلبس الاسود ازاي معلش يعني اللون الاسود ده مش لون حزن ولا حاجه احنا المصريين لا ده لون مخيف. وبعدين الاستاذ شعبان بيتكلم على الاعلام بيبقى ازاي. طب ما الفيلم بتاعها اللي هو كانت تطلع فيه تتجوز الرجاله اللي هي ارمله يعني مش لازم الفيلم. الفيلم هو بيبتدي بالعربيه البوية السودا بتتفتح وينزل شراب هو الاسود زمان هو الفيلم بيبتدي كده بتتقلب الدنيا فهو مش انحياز عنده مشكله سبب الاسود بس انا هقول لك الاسود ده انحياز. بعدين انا بفتكر في بيت شعر في بيت شعر البيراميد التونسي اعتقد انه بيسبق الاستاذ شعبان في حكايه الكاتبات. هو بيقول ايه الدنيا والنسوان وخلاص والراجل لاص لا طبلة ينفع ولا بلاص لو يتكسر عليه قفا عايز الخية وجدته المشعرانية حاجة تقشعر وشكرا. أنا استمتعت بالشعر.